يعني نكمل باقي اخبار النادي الاهلي. خبر خاص بالكابتن احمد فتحي من سبورت 360. احمد فتحي يهدد بالرحيل. الخبر بيتكلم عن ان الكابتن احمد فتحي طالب رفع قيمه التعاقد بتاعه ل 5 مليون جنيه، هو بياخد 3 مليون جنيه، وكمان رفض ان تكون الطرديه اللي كان حصل عليها من المستشار تركي آل الشيخ في الموسم الماضي ضمن تعاقده مع النادي. وطبعا لو نفتكر احمد فتحي كان خد 22 مليون جنيه مقابل التجديد للاهلي لثلاث مواسم. وفتحي كمان بيقول ان هو عنده بعض العروض وعنده عرض خليجي باضعاف قيمه عقده مع النادي الاحمر. شايف ان احمد فتحي فعلا الفتره المقبله ممكن يرحل عن النادي الاهلي، وهل السبب او اشتعال الازمات دي بسبب الصفقات بتاعه يناير اللي حضرتك لسه بتقول عليها؟ تمام، انا شايف يعني وجهه نظري انا في موضوع احمد فتحي، لو الموضوع ده فعلا حقيقي واحمد فتحي طلب زياده في المقابل المادي بتاعه وهدد الاهلي بعدم التجديد لو ما خدش المبلغ ده، الاهلي يسيبه يمشي. خلاص يسيبه يمشي. احمد فتحي في الموسم الماضي كان في شبه اتفاق مع نادي الزمالك وكان هيسيب النادي الاهلي عشان المقابل المادي كان اعلى. في الوقت بتاع مشكله عبد الله السعيد برضه كان هو وعبد الله، كان هينضم هو وعبد الله نادي الزمالك. لما مستشار تركي آل الشيخ عوضه ماليا عشان يجدد للنادي الاهلي، جدد وما رضيش يحط القيمه الماليه دي في عقده، يعني انا خدت الفلوس دي عشان اجدد بس، انما تعاقدي كام؟ لا، ما دي حاجه تانية خالص، قصه تانية خالص. فاحمد فتحي دلوقتي تقريبا 34 35 سنه، مش هيدي اكتر من اللي اداه خالص، مش هيأدي بنفس المستوى اللي كان بيأدي بيه الفتره اللي فاتت، وما ينفعش يساوم النادي الاهلي بعد كل السنين دي على عقد جديد. يعني ما خلاص، يعني انت ده تقريبا اخر عقد ليك، اخر عقد ليك في الملاعب. فما ينفعش تساوم النادي الاهلي بعد كل ده. يعني لولا اسم النادي الاهلي ما كنتش خدت الطرديه الماليه دي السنه اللي فاتت.